يا ترى عمرك فكرت قبل كده في سر الوجود أو سبب وجودك، في طبيعة الموجودات، أو يمكن تكون فكرت في معنى الأخلاق؟ ليه في جمال؟ ليه في قبح؟ خير، شر، وعدل؟ يا ترى في معنى للقيم من غير البشر؟ وأكيد سألت نفسك قبل كده إيه معنى الحياة؟ كل أسبوع هنناقش فكرة أو سؤال من الأسئلة اللي حيرت الفلاسفة على مر العصور، من أفلاطون لابن رشد لديكارت. هنتكلم عن المعرفة، الوعي، الأنا، الأخلاق، المعتقد والإيمان، العدالة، المنطق، الشك، العلم، والجمال. هنسافر عبر الزمان والمكان، من فلسفة الإغريق لآباء المتكلمين العرب لرواد الفلسفة الغربية الحديثة، في حلقات قصيرة بلهجة مصرية بسيطة. معكم أحمد الملط للفلسفة والمتفلسفين. أهلا بكم في كلام فلسفة. الحلقة 57، المعنى والمنطق، meaning and logic. تحذير: القصة التالية تحتوي على أوصاف دموية. I'd be the youngest director in Planned Parenthood history. You'll actually be in charge of the abortions at your clinic. I have a chance to make a real difference. No matter what you do for the rest of your life, you're still gonna be a baby killer. The only thing that's changed is you, Abby. Can you even hear yourself talk right now about these procedures? These are little babies. I'm not going to apologize for doing a job that helps women in crisis. There's still a part of me that is unsure. I know. But the one thing that all experts agree on is that at this stage, the fetus can't feel anything. Sorry to bother you, but they need an extra person in the back room. Are you free? It was like it was twisting and fighting for its life. We commend the souls of these hundreds of children. And Lord, we pray to end abortion. I really appreciate what you've done for us. I'll not forget it. 22,000 abortions. How do I even comprehend that? تخيلي إنك طالبة في الجامعة، تطوعت للعمل في مركز تنظيم الأسرة في مدينتك. كنت دائما من المدافعين عن المرأة وحقها في تقرير مصيرها. قبل سنوات، بعد عناء وصراع عدة سنوات بزواج لم ينجح، بعد انتهاء إجراءات الطلاق اكتشفت إنك حامل. بسبب كرهك الشديد لأي شيء من الممكن أن يربطك مرة أخرى بزوجك السابق، قررت إنك تتخلصي من الحمل. في اليوم المحدد بتذهبي لعيادة تنظيم الأسرة، بعد التشخيص تدفع المبلغ المحدد وتأخذي حبوب من عقار ميفيبراستون، دواء بيعطى عن طريق الفم بغرض الإجهاض في العشر أسابيع الأولى من الحمل. الممرضة بتخبرك وهي بتعد النقود: بعد أخذ الدواء ستشعري بتقلصات، وهناك احتمال لحدوث بعض النزيف. في نفس الليلة بتدخلي في نوبة من الألم والتقلصات الحادة، نزيف مهبلي شديد وتجلطات دموية. بتفقدي الوعي وسط بركة من الدماء وانتي بتبكي من الألم. لما بتتصلي بالممرضة بتخبرك ان دي كلها أعراض طبيعية ومتوقعة. بتستمر الأعراض لعدة أسابيع قبل أن تتوقف تماما وينتهي هذا الفصل القاسي من حياتك. التجربة القاسية دي لم تمنعك من التطوع للعمل في نفس العيادة بعد عدة سنوات. الجملة اللي قالتها لك أحد العاملين في العيادة وجعلتك تشعري بأن رسالة مركز تنظيم الأسرة هتكون هدف حياتك هي: مش قادرة أصدق أن لسه في ناس عاوزة تسيطر على النساء وتخبرهم ماذا يجب أن يفعلوا. لما بتقول لها أن أسرتك متدينة مسيحية ضد الإجهاض، بتقول لك أن هدف المركز هو تقليل الإجهاض في المقام الأول من خلال إعطاء وسائل التحكم في الحمل. لكن لو حدث الحمل بالخطأ، المركز متواجد لمساعدة النساء الراغبات في إجراء عملية إجهاض آمنة. أول يوم ليكي في مركز تنظيم الأسرة، فخورة بمهمتك في مساعدة النساء في تقرير مصيرهم ومستقبلهم.
لكن عند وصولك لمكان المركز بتتفاجئي بتجمعات من المتظاهرين الغاضبين أمام المبنى الرافضين لعملية الإجهاض، بيحملوا لافتات للصور الدموية للأجنة وبيهاجموا كل من يدخل أو يخرج من المبنى. متطوعة أخرى في المركز بتشرح لك أن وظيفتك هتكون مقابلة النساء عند مدخل المركز ومحاولة تهدئهم وتشتتهم عن المتظاهرين الغاضبين اللي بيكونوا موجودين هنا كل يوم. بتصبحي ناجحة في عملك وتترقي في المناصب الوظيفية في عيادة تنظيم الأسرة. في يوم بيدعوك الطبيب للمساعدة في أحد عمليات الإجهاض اللي بيقوم بيها. دي المرة الأولى اللي بتدخلي فيها غرفة العمليات مع الطبيب. بيطلب منك إنك تساعديه بتسليط جهاز الموجات فوق الصوتية على رحم المرأة. بتظهر صورة الجنين على شاشة الجهاز. الطبيب بيحدد عمره ب13 أسبوع. الممرضة الأخرى بتثبت المريضة جيدا على الطاولة لأنها في حالة فزع وهي بتهدئها. الطبيب بيستخدم قسطرة إنبوبية لسحب الجنين. بتتفاجئي لما بتشوفي صورة الجنين على الجهاز بتتحرك بعيدا عن القسطرة. بتخبري الطبيب إن الجنين تحرك. بيرد إن ده شيء طبيعي، لكن في الحقيقة الجهاز العصبي لم يتكون بعد، فلا يمكن أن يشعر الجنين بأي شيء. بيستمر الطبيب في العملية وبيبدأ بشفط الجنين من خلال القسطرة. بتختفي صورته من الجهاز تدريجيا أمامك وتمتلئ أنبوبة الجهاز بالدماء والتجلطات. بتنساب الدموع من عينك وبتندفعي هاربة من الغرفة. التجربة كان وقعها شديد الأثر عليكي، وللمرة الأولى بتشوفي نفسك كقاتلة للأطفال وليست ملاك بيساعد النساء على تقرير مصيرهم. بتغادر العيادة إلى الأبد وتنضمي للمتظاهرين الرافضين لعمليات الإجهاض أمام المبنى. اللغة متعددة الوظائف في الوجود الإنساني. البعض كالفيلسوف النمساوي لوفيتش فينغنشتاين اعتقد أن وظائف اللغة غير محدودة. فكر في بعض وظائف اللغة: وسيلة طرح الأسئلة، القصص، طرح الفرضيات، الغناء، إعطاء الأوامر، التحية، الغزل، الصراع، وغيرها كتير. بالنسبة لبحثنا في المنطق، من الممكن تعميم وظائف اللغة في طرحين أساسيين: 1- إيصال المعلومات، 2- التعبير عن المشاعر. التركيب اللغوي لجمل نقل المعلومات بيعتمد على مصطلحات لغوية معرفية cognitive meaning، في حين أن جمل التعبير عن المشاعر بتعتمد على مصطلحات عاطفية emotive meaning. الجمل العاطفية عادة ما تحمل معاني عاطفية لكن أيضا معاني معرفية في نفس الوقت. المنطق وعلماءه منشغلين بالمعرفة البشرية واللغة المستخدمة لإيصال المعلومات، تأكيد ونفي الأطروحات المعرفية، تكوين وتقييم الحجج، وبالتالي وظيفة نقل المعلومات اللغوية هي محل اهتمام المنطقيين. عند دراسة الجمل العاطفية لابد من التفريق بين المصطلحات المعرفية والعاطفية، لكن الجمل العاطفية أيضا تحمل في طياتها في كثير من الأحيان ادعاء قيمة value claim، أي ادعاءات عن الخير، الشر، ما يجب فعله وماذا لا يجب فعله. ارجع لحلقة القيمة الجوهرية. أي ادعاءات نسبية تعتمد على المنظومة الأخلاقية للمتلقي، ومهمتنا تصبح فصل تلك الادعاءات النسبية من الجمل العاطفية عند دراستها عقلانيا عن المعرفة المطروحة فيها. مثلا لو قلت أنا ضد الحرب كحل للنزاعات الدولية بناء على معتقداتي الأخلاقية، الجملة صحيحة بالنسبة لطرحها لكنها تطرح حكم أخلاقي للمتحدث عن أخلاقية الحرب كحل للنزاعات. البشر عادة في طرحهم للإدعاءات يميلون لاستخدام الجمل العاطفية أكثر، لأن المصطلحات المعرفية تحتاج لتركيب لغوي أدق قائم على الحجج والأدلة. ده بالإضافة لأن التعبير العاطفي عادة ما يساعد على الاتصال النفسي مع المتلقي ويدعم نقل الفكرة بشكل أسرع. فكر مثلا في المرات اللي اتفقت فيها مع طرح ما، يا ترى كان إيه شكل الجمل اللغوية اللي استخدمتها؟ في الغالب كانت هتكون على شاكلة رائع، عظيم، أو غيرها. أو في حالة الاختلاف غالبا استخدمت كلمات أو جمل على شاكلة سيء، سخيف، غريب، إلى آخره. كلها مصطلحات عاطفية تعبر عن حالتك النفسية تجاه الطرح، لكنها لا تقدم معرفة جديدة. المصطلحات العاطفية تقدم لصاحب الحجة وسيلة لصنع ادعاءات قيمة أو ادعاءات نسبية حول موضوع الحجة
دون تقديم الدليل. الطرح العاطفي يشل الحجة المنافسة تماما، لأنه يقطع الطريق أمام المتلقي على استخدام الأدوات المنطقية لتحليل الحجة، لأنه يقدم طرح قيمة قد يتفقون أو يختلفون معه. استخدام اللغة لابد من تفريقه عن شكل اللغة المستخدمة. استخدامات للغة مثلا كوسيلة لنقل المعلومات أو التعبير عن المشاعر من الممكن وضعه في عدة صور لغوية. وحدة صناعة اللغة الجمل sentences، الوحدة اللغوية الأبسط للتعبير عن فكرة كاملة مستقلة، من الممكن أن تكون تعبيرية declarative، تعجبية exclamatory، أمرية imperative، أو استفهامية interrogative. عند طرح الحجج عادة شكل الجمل بيكون من النوع التعبيري، على العكس من التعبير عن المشاعر بنستخدم جمل تعجبية مثل هذا رائع. لكن هذا الارتباط غير ضروري، من الممكن طرح حجج في صورة لغوية أخرى غير الصورة التعبيرية. التفريقات التي قد تبدو بسيطة جدا بالنسبة لك لكنها حيوية وهامة جدا بالأمور التي قد يتوقف عليها مصير إنسان. مثلا العاملين في القانون درجة حساسيتهم للغة المستخدمة وصورها عالية جدا، لأن الجدليات القانونية سواء في إثبات أو نفي التهم الموجهة لفرد ما قائمة على اللغة التي يتم صياغة القانون من خلالها. بين التحليل والاصطناعي، between analytic and synthetic. المعنى في اللغة غير قاصر فقط على التعبير عن المعلومات والعواطف. أحد أهم مبادئ فهم المعنى في فلسفة اللغة هو التفريق بين الجمل التحليلية analytic والجمل الاصطناعية synthetic. الجملة التحليلية هي أي جملة صواب أو خطأ بناء على ما تحمله من معاني فقط. بتحديد معاني المصطلحات المستخدمة في جملة تحليلية ما نضع قيمة حقيقة لتلك الجملة، أي إعلان إن كانت صواب أم خطأ، وتصبح هذه الجملة دائما صواب أو خطأ، أي تثبت قيمة حقيقتها دائما. الجملة التي دائما صواب يطلق عليها التوتولوجيا توتولوجي، أي دائما تقيم بالصواب، أي إن نتيجتها دائما صحيحة مهما كانت قيمة المتغيرات. والجملة التي دائما تقيم بالخطأ يطلق عليها التناقض contradiction، وبالتالي الجمل التحليلية عادة ما يتم جمعها مع التوتولوجيا أو التناقض. فكر في الأمثلة التالية: كل العزاب غير متزوجين، جملة توتولوجية أي دائما صواب. مثال آخر: المثلثات لها 4 أضلاع، تناقض أي دائما خطأ. هذه الجمل تحليلية لأننا لا نحتاج إلى أي شيء خارجها لإثبات حقيقتها، أي أننا لا نحتاج للبحث عن كل العزاب في الطبيعة لإثبات أنهم غير متزوجين. استدعاء معنى العازب بالضرورة يفرض فكرة رجل غير متزوج، الرجال الغير متزوجين بدون أدنى شك عزاب. إذن فهم معاني المصطلحات في الجمل التحليلية كافي لتقرير حقيقتها. بنفس الصورة في مثال التناقض، معرفة معنى كلمة مثلث كافي لتقرير تناقض الجملة أو خطأها. المثلث بالضرورة يعني مضلع ذو 3 أضلاع، لا توجد أي معرفة أخرى خارج معنى الكلمة في الكون قد تغير تلك الحقيقة. على العكس الجملة الاصطناعية synthetic statement هي أي جملة غير تحليلية، أي معاني كلمتها غير كافية لتقرير حقيقتها. فكر في الأمثلة التالية: الشمس تشرق من المشرق، كل الأجسام ثقيلة. صواب أو خطأ تلك الجمل يعتمد على الواقع والحقائق الوجودية. لتقرير حقيقة تلك الجمل لابد لنا من البحث في الكون عن صحتها، أي إن الجمل الاصطناعية تتقرر حقيقتها من خلال البحث التجريبي empirical investigation في الكون. حقيقتها مشروطة، قائمة على نظام الطبيعة التي نحن جزء منها، وليست جمل صحيحة فقط بناء على معانيها كما في حالة الجمل التحليلية. ولهذا في أدبيات الفلسفة عادة ما يشار للجمل التحليلية بالبداهة a priori، أي لا تحتاج لتبرير تجريبي، وضرورية necessary دائما صواب أو خطأ، على العكس من الجمل الاصطناعية التي يشار إليها بالاستدلالية a posteriori، أي تحتاج إلى تبرير تجريبي، ومشروطة contingent صواب في بعض العوالم الممكنة
وخطأ في بعض العوالم الممكنة الأخرى. في الواقع العقل الألماني الفذ إيمانويل كانت هو أول من وضع هذا التفريق بوضوح بين الجمل التحليلية والاصطناعية. ارجع لحلقة إشكالية المنطق والتجريبية. لكنه أيضا جادل أن هناك بعض الحقائق تقع بين التحليلي والاصطناعي. مثلا جادل في عمله الخالد نقد العقل الخالص Critique of Pure Reason أن الحقائق الأخلاقية اصطناعية لكنها بديهية أبروياري، أي لا يمكن الوصول إلى حقيقتها بمجرد تحليل معاني الكلمات، ولكن أيضا لا تتطلب تبرير تجريبي. ارجع لحلقة أخلاق الواجب. لكن لاحقا فلاسفة آخرون من أمثال فالرد فان كواين جادل في ورقة بحثية نشرها سنة 1953 بعنوان عقيدتي التجريبية Two Dogmas of Empiricism إن كان هناك فعلا فرق حقيقي بين التحليلي والاصطناعي. ومن بعده سول كريبكي جادل في كتابه المهم التسمية والضرورة Naming and Necessity اللي نشره سنة 1980 إن هناك جمل استدلالية ضرورية Necessary a posteriori، مثلا الماء مكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، جملة حقيقتها ضرورية دائما صحيحة لكن الوصول لتلك الحقيقة استدلالي من خلال البحث في الطبيعة. التفريق بين الجمل التحليلية والاصطناعية تعرضنا له بتفصيل كبير في حلقات سلسلة ما وراء الطبيعة، وسنعود مرة أخرى لمناقشته في حلقات سلسلة فلسفة اللغة. على أي حال، المهم بالنسبة لعلم المنطق من هذا التفريق بين التحليلي والاصطناعي هو أن بعض الجمل أو الأطروحات من الممكن التأكد من صوابها أو خطأها فقط بالاعتماد على معاني مصطلحاتها الداخلية. الغموض والالتباس Vagueness and Ambiguity. اللغة ذات الصيغة العاطفية قد تكون جائزة تحت سياق معين، الشعر أو الأدب مثلا، لكنها عادة غير مناسبة تحت سياقات أخرى، خصوصا سياق طرح الحقائق والمعلومات. مثلا لو بتقوم باستفتاء وبتسأل عينة من الناس أسئلة لها إجابات محددة لابد أن يختاروا من ضمنها، اللغة المستخدمة لصناعة تلك الأجوبة لابد أن تكون محددة واضحة وتتجنب الشكل العاطفي. ده طبعا لو كان هدفك هو الوصول لتقرير محايد وموضوعي. مثلا سؤال هل تتفق مع ثورة 25 يناير؟ له تأثير مختلف عن سؤال هل تتفق مع أعمال شغب وفوضى يوم 25 يناير؟ اللي بكل تأكيد له تأثير مختلف عن سؤال هل تتفق مع تظاهرات 25 يناير؟ في علم المنطق بما أننا نبحث عن الحقيقة نحاول تجنب المعاني العاطفية الخفية داخل الجمل والأطروحات اللغوية. الأطروحات اللغوية العاطفية أو القائمة على المصطلحات العاطفية تعاني من مشكلتين أساسيتين: واحد، التعبيرات الغامضة vague expressions أو التعبيرات التي يصعب فيها وضع حدود واضحة لما ما يمكن أن ينطبق عليه التعبير، وبالتالي تسمح بتفسيرات متعددة للإدعاء. مثلا فكر في المصطلحات التالية: الحب، السعادة، السلام، الغنى، الفقر، الطبيعي، التلوث. حاول تعرف حدود تلك المصطلحات والحالات التي ينطبق عليها كل مصطلح. ستجد صعوبة بالغة في تحديد حدود تلك المصطلحات بدقة وشكل قاطع. مثلا الغنى غنى النفس، ومن الحب ما قتل، والسعادة ليست في جمع الأموال. من العسير جدا تحديد المقصود من تلك الاصطلاحات، وصانع الجملة قد يستخدمها بشكل تعبيري مطاط يسمح بتفسيرها بأكثر من صورة. الضرر اللي بتطرحه المصطلحات اللغوية من تلك الشاكلة في الجمل يختلف من حيث درجة الغموض. مثلا لما بنقول أحمد طويل، هناك درجة من الغموض نتيجة لاستخدام مصطلح غامض زي طويل. الجملة من الأفضل أن تصاغ على صورة زي أحمد طوله 175 سنتيمتر، 20% من الرجال طولهم يتعدى 170 سنتيمتر. الإشكالية الثانية هي التعبيرات الملتبسة ambiguous، وهي التعبيرات التي تحتمل أكثر من تفسير حسب سياق الجملة. مثلا كلمات على شاكلة جنون، غضب، جنس، مناسب وغيرها من الممكن أن تستخدم بصور متعددة حسب سياق الجملة. مثلا لو وصفت فعل شخص ما بأنه مناسب
هل المقصود إنه مناسب أخلاقياً، قانونياً، اجتماعياً أم وظيفياً إلى آخره. الفرق بين التعبيرات الغامضة والتعبيرات الملتبسة هي إن التعبيرات الغامضة تسمح بتفسيرات متعددة بغض النظر عن السياق، في حين إن التعبيرات الملتبسة تسمح بتفسيرات مختلفة حسب السياق. الغموض يصنع معاني غير واضحة، الالتباس يخلط بين معاني واضحة. لكن بعض المصطلحات قد تكون غامضة في سياق ما لكنها ملتبسة في سياق آخر. مثلا كلمة بطيء تحت سياق ما قد تشير إلى فرد ذو إعاقة عقلية أو جسدية، لكن في سياق آخر لو أشارت الكلمة للبطء الحركي تصبح غامضة لأنها غير دقيقة، أي ما هي درجة البطء المشار إليه. مفهوم الغموض vagueness والالتباس ambiguity مهمين جدا في علم المنطق، لأن في كثير من الأحيان تقييم الحجة يتوقف على المقصود من المصطلحات المستخدمة، لأنها لو كانت غامضة لابد من إيضاح المقصود بها أولا قبل الاستمرار في تقييم الحجة. مثلا الرافضين للإجهاض pro-life عادة ما يطرحوا حجتهم على إن الإجهاض شر لأنه يسبب إنهاء الحياة، حجة تبدو بسيطة وواضحة لكنها قائمة على تحديد معنى الحياة في المقام الأول. معضلة الكون The Society's Paradox. أحد معضلات الفلسفة الشهيرة هي معضلة الكون The Paradox of the Heap أو The Society's Paradox، واللي بتوضح إشكالية الغموض وصعوبة التعامل معها داخل اللغة. ويعود تاريخ المعضلة المدون إلى الفيلسوف اليوناني معاصر أرسطو وقسمه اللدود أوبليديس المالتي يوبليديس أوف ميليتس، واللي إليه يعود طرح العديد من المعضلات المنطقية، ومحاولة دحض أرسطو لهذه الحجج لعب دور مهم في إنشاء علم المنطق. على أي حال المعضلة كالآتي: ذرة واحدة من الرمال ليست كافية لتكوين كوم من الرمال، لو أضفنا ذرة أخرى أصبح معنا ذرتين، بإضافة ذرة أخرى أصبح معنا ثلاث ذرات، وهكذا حتى يتكون أمامنا كوم من الرمال. لكن بالبديهة لا توجد ذرة واحدة من الرمال مسؤولة عن تحويل مجموع الذرات إلى كوم من الرمال، لكن بتكرار إضافة ذرة تلو الأخرى مع الوقت يتكون الكون. المعضلة من الممكن صياغتها بصورة عكسية أيضا، ومن الممكن وضعها في صورة جدلية كالآتي: واحد، مليون ذرة من الرمل هي كوم من الرمال. 2، كوم من الرمال ناقص ذرة واحدة من الرمل ما زال كوم من الرمال. 3، لو مليون ذرة من الرمال كوم، إذن مليون ذرة من الرمال ناقص ذرة واحدة ما زال كوم من الرمال. 4، لو مليون ذرة من الرمال ناقص ذرة واحدة كوم، إذن مليون ذرة من الرمال ناقص ذرتين من الرمال ما زال كوم. 5، وهكذا في تسلسل تنازلي إلى ذرة واحدة تصبح كوم من الرمال. 6، لكننا على دراية إن ذرة واحدة من الرمال ليست كوم من الرمال. إذن هناك تناقض. السؤال: متى يأتي الكون إلى الوجود؟ ما هو الحد الفاصل بين عدم وجود كوم من الرمال وتكون هذا الكون؟ المعضلة من الممكن صياغتها بطرق عديدة، وفي الغالب قابلت أحد صورها في طفولتك، مثلا البحر مازال بحر لو أخذنا منه قطرة مياه، لكن بعد إزالة حجم كافي من المياه لو تبقى لتر واحد هل ما زلنا أمام بحر؟ الفكرة من الممكن تطبيقها على كثير من الإسنادات اللغوية: الطول، الغنى، العجز، الصلع إلى آخره. في الحقيقة الفيلسوف الإنجليزي برتراند راسل في مقال بعنوان الالتباس vagueness نشره سنة 1923 جادل إن اللغات الطبيعية في مجملها حتى المنطقية منها ملتبسة، بل الأكثر من هذا القضايا المنطقية نفسها ملتبسة. أهم العقول البشرية عجزت عن إيجاد حل مرضي لتلك الإشكالية. البعض اعترض على فكرة إن إزالة ذرة واحدة من الرمال ما زال أمامنا كوم، لكن عادة الحل ده غير مقبول. أحد الحلول الأخرى هو إننا نحدد عدد معين من ذرات الرمال من الممكن أن نطلق عليه كوم، وما أقل من هذا لا يعد كوم من الرمال.
أو بصورة أبسط وضع حد أقصى مثلا 10,000 ذرة، أقل من هذا المجموع لا يعد كوم من الرمال. لكن للأسف هذا الحل غير مريح أو مقنع لغالب العقول الإنسانية، لأن لا يوجد فرق نوعي بين 9999 ذرة و 10,000 ذرة. الحد الأقصى الذي وضعناه يبدو اعتباطي arbitrary، غير قائم على خاصية جوهرية أو سمة حقيقية مميزة. على أي حال، هناك حلول أكثر جدية وتعقيدا للتعامل مع الإشكالية داخل علم المنطق، منها مثلا استخدام منطق القيم المتعددة للحقيقة Many Valued Logic، اللي بيعين أكثر من قيمة حقيقة واحدة للقضية، أو استخدام التقييم الفائق Super Valuationism لوضع قيمة حقيقة لجمل منطقية مركبة بغض النظر عن حقيقة القضايا المكونة للقضية المركبة. حلول أخرى طرحت باستخدام منطق الغموض Fuzzy Logic، وأخيرا أحد الحلول المطروحة هو اللجوء إلى الإجماع Consensus، أي تعريف اصطلاح الكوم لابد أن يتم تحديده بناء على استخدام الجماعة أو البشر للمصطلح. على أي حال، معضلة الكوم تتخطى نطاق مناقشتنا الحالية، لكنها مهمة لإيضاح شيوع ظاهرة الالتباس في اللغة البشرية واستخدام البشر لمصطلحات ملتبسة في صياغة الجدليات المنطقية، يشكل إعاقة كبيرة أمام تقييم الحجج المنطقية. الإبهام والنقصان Obscurity and Incompleteness. التعبير المبهم obscure هو التعبير الذي يفتقد إلى معنى جوهري. في التعبيرات الغامضة ambiguous، التعبير قد يحتمل أكثر من معنى، مثلا مصطلح السعادة يحتمل أكثر من معنى. أما التعبيرات الملتبسة vague لا تضع حدود واضحة للمصطلحات المستخدمة، مثلا متى يعد شخص ما عجوز أو أصلع، كلها مصطلحات غامضة لأن الحد بين الصلع وعدم الصلع غير محدد. ومن هنا ظهرت معضلة الكوم المنطقية نتيجة استخدام البشر لمصطلحات ملتبسة. لكن ما زال هناك كثير من البشر لديهم قدرات غير عادية على تمييز الالتباس في اللغة والتعامل معاه. مثلا معظم الأطفال قادرين على الإشارة إلى شخص فقد معظم شعره ووضعه تحت تعريف الصلع، ولن يختلف معهم الكثير بالرغم من حدوث ظاهرة الالتباس في اللغة الطبيعية. لكن لأن المصطلحات ما زال لها معنى جوهري، البشر قادرين على استخدامها في بعض المواقف وتكوين تعبيرات ملتبسة بعض الشيء، لكنهم ما زالوا قادرين على فهمها. لكن المصطلحات المبهمة obscure تفتقد للمعنى الجوهري. فكر في تلك الجمل: 1. كل شيء مهم. 2. أنت على صواب إلى حد ما. 3. هذه قصة مثيرة للاهتمام. هذه التعبيرات يبدو أنها تطرح شيء ما، لكن غير واضح معناها الحرفي. مثلا في جملة كل شيء مهم، يا ترى ما هو كل شيء؟ ومهم بالنسبة لماذا؟ أو مثلا البعض قد يقول أنت على صواب إلى حد ما. ما هو هذا الحد؟ هل هذا التعبير يعني أنك على صواب أم على خطأ؟ في الواقع هذا التعبير تحديدا عادة ما يستخدم من قبل البشر لرفض حجة فرد آخر بصورة مهذبة. وأخيرا مصطلح مثل مثير للاهتمام مبهم، قد يستخدم من قبل شخص ما عندما يجد أن الشيء فعلا مثير، أو في كثير من الأحيان يستخدم عندما يكون الفرد غير مهتم بالحديث بالمرة، لكنها طريقة مهذبة للاستماع أو إنهاء الحوار. التعبيرات الناقصة incomplete هي التعبيرات التي النطاق أو المجال domain غير محدد فيه. مثلا فكر في الجمل التالية: 1. دعنا نذهب إلى المقهى لاحقا. 2. الكل سعيد. برتراند راسل جادل أن الجمل التي تحتوي على مصطلحات تبدأ بآل التعريف لابد من تحليلها على أنها تشير إلى شيء فريد محدد تشير إليه خواصها في مجال أو نطاق ما. في المطلق نطاق أو مجال كل الكائنات والأشياء في الكون، وبالتحديد نطاق كل الكائنات أو الأشياء داخل سياق الحديث. مثلا لما بنقول النظرية النسبية نحن نشير بشكل عام إلى نظرية أينشتاين، أو لما بنقول الأهرامات قد نشير إلى أهرامات الجيزة في مصر. لكن في المثال السابق أي مقهى في الكون يشير إليه مصطلح المقهى؟ هناك مئات الآلاف من المقاهي في الكون وملايين عبر العصور، إلى أيهم تشير الجملة السابقة؟
يبدو أن مصطلح المقهى غير مكتمل، تنقص إضافة ما لتحديد الكائن في المجال المتحدث عنه. سياق الكلام عادة ما يقدم إشارة ما لتحديد المجال الذي ينطبق داخله المصطلح الناقص. مثلا المتحدث في الغالب يشير إلى المقهى الذي يذهب إليه هو وصديقه غالب الوقت، أو من الجائز المقهى الذي كان يتحدث عنه منذ قليل. إذن النقصان في الاصطلاح نابع من افتقاده لتحديد معنى ما دون المجال أو السياق. بنفس الصورة في المثال الثاني، الكل مصطلح ناقص يعتمد على سياق أو مجال الكلام. إلى من يشير الكل؟ في الغالب ليس كل البشر في العام، بل المتحدث يشير إلى مجموعة ما من البشر معرفة في سياق كلامه. التعريفات Definition. وظيفة المنطق الأساسية هي تقييم الحجج، لكن كما رأينا تقييم الحجج قائم في كثير من الأحيان على تحديد المعاني اللغوية المطروحة في الجمل المستخدمة للتعبير عن قضايا الحجة. بعض الكلمات المستخدمة في الحجة قد تكون غامضة أو ملتبسة المعنى، الأمر الذي قد يؤدي لخلاف dispute حول الحقيقة المطروحة. الحل في تلك الحالة عادة ما يكون وضع تعريف definition محدد لتلك الكلمات، وبالتالي دراسة المعنى والتعريفات وثيق الصلة بعمل المنطق. وحدة بناء الجمل اللغوية هي الكلمات words، التعريفات تنطبق على الكلمات أو وحدة الترميز اللغوي لوصف الأشياء وليس الشيء نفسه، لأن الشيء ذاته لا يوجد تعريف له. مثلا الكرسي نقدر نقعد عليه، نحركه، نقف فوقه إلى آخره، لكن الكرسي لا يوجد له تعريف، أي إنه ليس رمز لغوي من الممكن تعريفه. لكن كلمة الكرسي نفسها هي رمز لغوي من الممكن وضع تعريف محدد لما تشير إليه الكلمة. في دراسة اللغة والمعنى، اصطلاح المعرف definiendum يشير إلى الرمز اللغوي الذي يتم وضع تعريف له، في مقابل التعريف definiens الرمز أو مجموعة الرموز المستخدمة لتفسير معنى المعرف. هناك أربع صور من التعريفات. الأولى التعريفات التعاقدية stipulative definition، وهي التعريفات الموضوعة لرمز معين يطرح للمرة الأولى. لو قدمت رمز أو اصطلاح جديد، أنا حر في وضع أو تعيين المعنى المناسب من وجهة نظري لهذا الاصطلاح. وفي بعض الأحيان من الممكن أن أستخدم مصطلح معين في سياق جديد وأعين معنى جديد له. في بعض الأحيان يتم الإشارة للتعريفات من هذا النوع بالتعريفات الإسمية أو الشكلية nominal. الهدف من هذه التعريفات عادة استبدال تكوينات لغوية معقدة بأخرى أبسط. مثلا مصطلح زي الميجا بايت مصطلح تعاقدي اتفق عليه علماء الكمبيوتر لتعريف أحد وحدات قياس تخزين البيانات، أو مصطلح المليار مصطلح تعاقدي رياضي يعبر عن وحدة الألف مليون. المصطلحات التعاقدية أساسية في العلم لأنها تنزع الصبغة العاطفية عن الكلمات وتكسبها صورة موضوعية. مثلا في علم النفس كلمة الذكاء عادة ما تستبدل بمصطلح تعاقدي آخر هو معامل جيم جي فاكتور للتعبير عن نفس المعنى دون وضع صورة عاطفية معينة في ذهن الباحث. وفي كثير من الأحيان تظهر مصطلحات ذات صبغة عاطفية داخل المجتمعات العلمية، لكنها سرعان ما تستبدل بمصطلحات تعقدية أخرى غير عاطفية. مثلا اصطلاح الثقوب السوداء عالم الفيزياء جون ويلر قام باستبداله بمصطلح النجوم متداعية الجاذبية gravitationally completely collapsed star. في بعض الأحيان المصطلحات التعاقدية قد تستخدم لوضع كلمات سرية. خلال الحرب العالمية الثانية تورا 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 كان الرمز الكودي اللي استخدمه الجيش الياباني كي يرمز لبدء عملية بيرل هاربر، أو مشروع منهاتن كان الاسم الكودي للمشروع الأمريكي السري لصناعة القنبلة الذرية. وشركات التقنية العملاقة تستخدم مصطلحات تعاقدية للإشارة لمشاريع سرية، مثلا مشروع كايرو، مشروع سنو ليبرد، مشروع بيشب وغيرها. التعريفات التعاقدية ليست صواب أو خطأ، ليست دقيقة أو غير دقيقة،
بالمصطلح لم يكن له هذه القوة التعريفية قبل أن يتم التعاقد على تحديد هذا المعنى له. والتعاقد هنا قائم على قبول الأفراد لربط هذا المعنى بالمصطلح. التعريف التعاقدي هو دعوة لاستخدام الرمز المعرف للإشارة للمعنى المعبر عنه، وبالتالي هذه التعريفات أمرية وليست إخبارية، من الممكن قبولها أو رفضها. النوع الثاني من التعريفات هو التعريفات المعجمية Lexical Definition. في هذا النوع من التعريفات عادة ما يعبر الرمز اللغوي عن معنى محدد متفق عليه اللغة، أي إن المعرف معجميا عادة ما يشير إلى معنى معروف لتلك الكلمة، وبالتالي هذا التقرير قد يحتمل الصواب أو الخطأ. مثلا تعريف كلمة طائر هو أي كائن فقاري من ذوات الدم الحار له ريش، تعريف صواب بالنسبة للمتحدثين باللغة العربية. لكن لو مثلا تعريف طائر أصبح أي كائن من الثدييات له قدمين، بكل تأكيد ده تعريف خاطئ. التعريفات المعجمية تساعد في حل إشكالية التباس معاني الكلمات، خصوصا إن كانت معانيها متقاربة. مثلا مصطلح الضوء قد يتم تعريفه 1- شيء يجعل الأشياء تتضح للرؤية، 2- إشعاع كهرومغناطيسي، 3- شيء ضئيل في الوزن، 4- شيء سعراته الحرارية أقل من المعيار الأساسي. عدة تعريفات تساعد على فهم نفس الكلمة في سياقات مختلفة. السؤال اللي غالبا بيدور في عقلك دلوقتي، ما هو الفرق بين التعريفات التعاقدية والتعريفات المعجمية؟ لو أخدت بالك أنا قلت إن التعريفات المعجمية تحتمل الصواب والخطأ، في حين إن التعريفات التعاقدية لا تحتمل الصواب أو الخطأ. في التعريفات التعاقدية الاصطلاح في الغالب ليس له معنى محدد بعيد عن التعريف. فكر مثلا في معنى ميجا بايت، كوارك أو غيرها من المصطلحات التعاقدية. أما التعريفات المعجمية لها معنى سابق ومستقل عن المعنى المحدد، وبالتالي المعنى المطروح قد يحتمل الصواب أو الخطأ بناء على إن كان استخدام المصطلح في الجملة متفق على معناه سابقا أم لا. لهذا السبب البعض قد يشير أحيانا للتعريفات المعجمية بالتعريفات الواقعية للإشارة لأن المصطلح له معنى واقعي، لكن في الحقيقة الفكرة دي ليست دقيقة تماما، لأن المصطلحات المعجمية قد تشير لمفاهيم غير واقعية لكنها محددة ومتفق عليها مسبقا. مثلا التنين، العنقاء، طائر الرخ، مصطلحات لا تشير لكائنات واقعية لكنها مازالت مصطلحات معجمية. وهناك تعريف محدد من الممكن اختبار صحة وخطأ التعريف حسب استخدامه داخل الجملة. لكن المعنى المعجمي المتفق عليه من أين يأتي؟ في الحقيقة الموضوع ده دراسة مستقلة ومفصلة في علوم اللغة لن يتسع المجال للخوض في تفاصيلها، لكن بشكل مبسط أحد أفضل النظريات التي تفسر جذور المعاني المعجمية بتدعي إن معنى الكلمات مسألة إحصائية تكتسب من استخدام الكلمات بشكل معين عبر الزمن، وبالتالي المعاني المعجمية قد تتغير مع الوقت. المعجميين أو القائمين بالعمل على وضع المعاجم Lexographers، أيوة دي وظيفة مستقلة، عادة ما بيحاولوا التعامل مع تلك الإشكالية باستخدام أفضل معنى للمصطلح الأوسع انتشارا والأقرب للتعبير عن الكلمة. لكن من الشائع جدا أن مصطلح معجمي قد يكون له معنى غير شائع في فترة زمنية معينة يصبح أكثر انتشارا في فترة أخرى. على أي حال ده موضوع كبير زي ما قلنا ومعقد وبعيد عن دراستنا الحالية للمنطق. النوع الثالث من التعريفات هو تعريفات الدقة Precising Definitions، وهي التعريفات المستخدمة لتقليل إشكالية الغموض والالتباس في بعض الكلمات، كما رأينا منذ قليل كلمات زي الحرية، المسؤولية، الحب، الشجاعة إلى آخره قد تكون غامضة أو ملتبسة المعنى حسب السياق. هذا الغموض والالتباس قد يسبب مشاكل كثيرة عند محاولة تحليل الفرضيات المطروحة. مثلا المادة الرابعة في الدستور الأمريكي بتقول حق الشعب مكفول في أن يكون آمنا في أشخاصه ومنازله
وأوراقه وآثاره ضد عمليات التفتيش والمصادرة غير المعقولة إلى آخر النص. مصطلح التفتيش والمصادرة الغير معقولة Unreasonable Searches كان محل نزاع أخير في حق الأجهزة الأمنية في مراقبة تحركات المتهمين أو المشتبه فيهم في قضايا معينة. هل من الممكن استخدام تكنولوجيا مثل نظام تحديد الموقع GPS لمراقبة المشتبه فيه؟ هل يعد هذا خرق للدستور؟ هل يجب الحصول على تصريح من المحكمة للقيام بهذا البحث؟ بعض المحاكم في الولايات المتحدة أمرت الهيئات التنفيذية بطلب تصريح لمراقبة مشتبه فيه من المحكمة قبل القيام بالمراقبة، وإلا يعد خرق للدستور. لكن بعض القضاة في ولايات أخرى رفضوا هذا لأسباب عديدة، من ضمنها أن مراقبة حركة السيارات من خلال جهاز الجي بي أس لا يعد عملية تفتيش على الإطلاق. الخلاف ده كله نتج بسبب أن مصطلح التفتيش الغير معقول غامض وغير محدد. مثال آخر لتوضيح أهمية التعريفات الدقيقة، في عمليات زراعة الأعضاء الحيوية قبل أن يتم القيام بعملية زراعة القلب لابد من موت المتبرع، وإلا يصبح الجراح في وضع الاتهام بالقتل العمد. لكن لو مضت مدة طويلة على موت المتبرع تقل فرصة نجاح عملية زراعة القلب عند المريض. إذن السؤال، متى بالضبط يعد الفرد ميتا؟ عند توقف القلب، توقف الشخص عن التنفس، توقف نشاط المخ، أو تعريف آخر؟ أي إن المسألة هنا هي تحديد اصطلاح لحظة الوفاة بدقة. على أي حال، كثير من المحاكم في الدول الغربية حددت مصطلح لحظة الوفاة بتوقف نشاط المخ من خلال قياس تخطيط أمواج الدماغ Electroencephalograph. هذا التعريف هو تعريف دقيق يعتد به في المحاكم الغربية. التعريفات الدقيقة تختلف عن تعريفات التعاقد، لأن المعرف ليس مصطلح جديد لكنه مصطلح معروف، لكن للأسف غامض أو ملتبس المعنى بشكل عام أو بسبب استخدامه في سياق معين، وبالتالي لا يمكن تحديد أي معنى تعاقدي في تلك الحالة لأن المصطلح معروف. وقتها يصبح الهدف هو وضع تعريف يحترم معنى المصطلح المتعارف عليه لكن يجعله أكثر دقة وأقل غموضا. النوع الرابع هو التعريفات النظرية Theoretical Definitions. في العلم والفلسفة غالبا ما تصبح التعريفات بمثابة ملخص أو خلاصة لبعض النظريات، أي إن التعريفات النظرية عادة ما تشير إلى نظرية من خلالها يمكن تعريف خصائص الكائنات أو الأشياء التي يشير إليها المصطلح. مثلا هذه التعريفات عندما تكون خاطئة يتم انتقادها، ليس لأنها ليست دقيقة، لأنها غير كافية، فهي لا تلخص النظرية المعنية بشكل صحيح. على سبيل المثال، التعريف الدارج لمصطلح كوكب كان الكواكب هي مجرد أجسام في مدار حول الشمس، وهناك 9 كواكب في النظام الشمسي، أصغرها هو بلوتو، مكون من مواد غير عادية وله مدار غير عادي وبعيد عن الشمس. لكن مؤخرا اكتشفت أجسام أخرى أكبر من بلوتو لها شكل غريب وتدور حول الشمس، هل تعد تلك الأجسام أيضا كواكب؟ ولو الإجابة بالنفي، لماذا لا؟ هذا التعريف القديم أصبح غير مناسب مع الاكتشافات الحديثة، وفتح الباب أمام خلاف لم يحسم تماما داخل الاتحاد الفلكي الدولي International Astronomical Union IAU، وصدر عنه تعريف جديد مؤقت للكواكب فيها أقر الاتحاد على أن هناك 8 كواكب فقط في مجموعتنا الشمسية، وتعريف فئة جديدة أطلق عليها الكواكب القزمية Dwarf Planets، تنطبق على أجسام مثل بلوتو، سيرس وآيرس. أي أن التعريفات النظرية لابد وأن تحافظ على معنى ثابت ومستقر غير متغير مع الاكتشافات الجديدة، ويعبر بشكل كامل عن النظرية المعبر عنها بالمعنى. سنة 2006 الاتحاد الفلكي الدولي وضع تعريف جديد أكثر تحديدا للكواكب على أنه جسم سماوي داخل النظام الشمسي، 1 في مدار حول الشمس، 2
لديه كتلة جاذبية ذاتية للتغلب على قوة جذب الأجسام الصلبة بحيث تفرض شكل توازن هيدروستاتي شبه دائري، وثلاثة أخلى المنطقة المحيطة بمداره. التعريفات النظرية أيضا تملأ فضائيات أدبيات الفلسفة، بداية من أرسطو في محاولة وضع تعريف نظري للعدالة في عمله الخالد الجمهورية، مرورا بإسبينوزا في محاولة تعريفه للحرية، إلى فينغنشتاين في تعريفه للغة، وغيرهم مئات الأمثلة اللي حاول فيها المفكرين والفلاسفة وضع تعريف نظري شامل ينطبق على كل الحالات الممكنة وإزالة أي نوع من التناقضات أو الالتباسات. النوع الأخير من التعريفات هو التعريفات الإقناعية Persuasive Definition. التعريفات الأربعة السابقة تعريفات للمعاني المعرفية، لكن التعريفات الإقناعية تركز على المعاني العاطفية، وهي نوع من التعريفات تحل خلاف حول معنى ما بالتأثير على المتلقي من خلال العواطف. التعريفات الإقناعية واسعة الانتشار داخل الحجج والجدليات السياسية. الماركسيين مثلا قد يعرفوا الاشتراكية على إنها ديمقراطية المجال الاقتصادي، تعريف استخدم بالفعل من قبل بعض الاشتراكيين، والرأسماليين قد يعرفوا الرأسمالية على إنها ديمقراطية الاقتصاد. أو مثلا في صراع ما زال دائر حول عملية الإجهاض في الولايات المتحدة الأمريكية، الرافضين يعرفوا الإجهاض على إنه القتل الوحشي للأبرياء، في حين إن المدافعين يعرفوا نفس المصطلح على إنه إجراء جراحي آمن وثابت حيث تعفى المرأة من عبء غير مرغوب فيه. التأثير العاطفي واضح في اللغة المستخدمة في هذه التعريفات، وستترك تأثير في عقل المتلقي بكل تأكيد. لكن في بحثنا عن الحقيقة في الجدليات كما رأينا سابقا، لابد من التخلص من التأثير العاطفي والالتزام بالموضوعية، وبالتالي تعريفات الإقناعية أحد الصور التي لابد لنا من تحديدها في الجدليات ورفضها إن كنا نبحث بالفعل عن الحقيقة. المفهوم والدلالة Intention and Extension. التعريف يضع معنى الاصطلاح من الناحية اللغوية، لكن من الممكن فهم التعريفات والدور الهام الذي تلعبه في المنطق من زاوية أخرى مختلفة عن الوظيفة التي تؤديها التعريفات، من خلال فهم تركيبها. المصطلحات العامة General Terms تلعب دور كبير في عملية التفكير، وبالتالي سنركز بحثنا حولها. الاصطلاح العام قد يكون على شاكلة كلمة الكوكب كما رأينا منذ قليل. كوكب بتشير لعدد من الأشياء، أرض، المريخ، الزهرة، عطارد إلى آخره. لكن المصطلح لا ينطبق على بلوتو الذي أصبح يعد ضمن الكواكب القزمية طبقا لتصنيف الاتحاد الفلكي الدولي الأخير. كلمة كوكب إذن أشارت لمجموعة من الأشياء أو الكائنات. مجموعة تلك الكائنات شكلت تعريف مفهوم الكوكب. لو أكدت إن كل الكواكب لها مدار دائري، تأكيدي بالضرورة لابد أن ينطبق على كوكب الزهرة مثلا، أي إن المعنى الذي يحمله اصطلاح الكوكب يمتد ليشمل أي شيء أو كائن يقع تحت هذا التعريف. المعنى الامتدادي، وفي بعض الأحيان الأخرى يسمى المعنى التوضيحي للمصطلح العام، هو مجموعة الكائنات التي تشكل امتداد للمصطلح. لكن للوصول لمعنى المصطلح العام من الضروري معرفة كافة الكائنات التي تقع تحت هذا المصطلح، لأن تلك الكائنات تعطينا الخواص العامة المشتركة ما بينها التي تقود إلى وضع تعريف عام ينطبق على تلك الكائنات. وبالتالي معرفتنا لتلك الخواص العامة يساعدنا على فهم المعنى للمصطلح. إذن المعنى يفترض وجود معيار من خلاله يمكن تحديد إن كان شيء أو كائن ما يقع تحت امتداد مصطلح عام. هذا المفهوم للمعنى عادة ما يطلق عليه المعنى المفهومي Intentional Meaning، أو في أحيان أخرى Connotative Meaning. ومجموعة الخواص المشتركة بين كل الأشياء والكائنات التي يشير إليها المصطلح العام عادة ما يشار إليها بالمفاهيم Connotation أو Intention. لكن ليست هذه الصورة الوحيدة للمعنى. كل مصطلح عام له معنى مفهومي
intentional وأيضا معنى امتدادي extensional أو دلالي denotative. مثلا فكر في مصطلح زي ناطحات السحاب، ينطبق على كل المباني التي تتعدى ارتفاع معين. ده المعنى المفهومي intentional. لكن المعنى الدلالي أو الامتدادي للمصطلح extension هو فئة المباني التي تشمل برج خليفة في دبي، برج القاهرة، مبنى التجارة العالمي في نيويورك إلى آخره، أي مجموعة كل المباني التي ينطبق عليها المصطلح. أي إن دلالة أو امتداد المصطلح هو مجموع عضويات كل الكائنات أو الأشياء التي تندرج تحت مفهومه أو معناه. العضوية تحت المعنى أو المفهوم تحددها الخواص المشتركة التي نصل إليها من خلال المعنى المفهومي intention. مثلا مصطلح مثلث متساوي الأضلاع له معنى مفهومي، وهو أي كائن مكون من ثلاثة أضلاع متقطعة متساوية في الطول. أما المعنى الدلالي هو فئة كل الكائنات التي ينطبق عليها هذا المعنى المفهومي. ولأن كل الكائنات تشترك في الخواص التي حددها المفهوم، إذن هي فقط التي لها حق العضوية في الانضمام لهذا المصطلح. إذن مفهوم الاصطلاح يحدد دلالته. Terms intention determines its extension. لكن العكس غير صحيح، دلالات المصطلح لا تحدد مفهومه. مثلا فكر في مصطلح مثلث متساوي الزوايا، المختلف عن مثلث متساوي الأضلاع. المعنى المفهومي للمصطلح هو أي كائن مكون من ثلاث أضلاع متقطعة متساوية الزوايا. لو فاكر من دراستك للهندسة، صحيح إن دلالات مفهوم المثلث متساوي الزوايا هي نفس دلالات مصطلح المثلث متساوي الأضلاع، لكن ليس معنى هذا أن المفهومين متطابقين. قدرتنا على تحديد امتدادات ودلالات اصطلاح ما لا يدلنا على مفهوم الاصطلاح. باختصار، المفاهيم لا تحدد بالدلالات. Intention is not determined by extension. المصطلحات من الممكن أن يكون لها نفس الدلالات لكن مفهومها مختلف، لكن المصطلحات التي لها دلالات مختلفة لا يمكن أن يكون لها نفس المفهوم. علماء اللغة بيشيروا إلى اتساع مفهوم المصطلح عند إضافة مصطلحات أخرى له بـ increasing intention، ويعرفوا هذه الظاهرة في حالة وجود متسلسلة من المصطلحات بترتيب تزداد فيه رقعة المفهوم. عندما يكون كل مصطلح في المتسلسلة ما عدا المصطلح الأول يقرر خصائص أكثر من المصطلح السابق عليه، وعكس هذا التعريف يصبح تقليل المفهوم decreasing intention. مثلا المتسلسلة حيوان، ثدييات، قط، نمر تتسع في المفهوم، على النقيض من متسلسلة نمر، قط، ثدييات، حيوان تتناقص في المفهوم. لو حاولنا وضع المتسلسلات دي في مثال عملي، من الممكن أن نبدأ بمصطلح رجل يتسع مفهومه لو أضفت له مصطلح رجل عمره 30 عام، ويتسع أكثر لو أضفت له ولد في مصر. لكن اتساع مفهوم المصطلح يقلل من رقعته الدلالية. عدد الرجال في العالم أكثر من عدد الرجال اللي عمرها 30 سنة، اللي أكثر من عدد الرجال اللي عمرهم 30 سنة ومولودين في مصر. لكن الفكرة دي ليست دائما صحيحة. في بعض الأحيان قد يتسع مفهوم المصطلح لكن هذا لا يؤثر على دلالاته. يا ترى تقدر تفكر في مثال اتسعت فيه مساحة المفهوم لكن دلالاته ما زالت ثابتة؟ فكر في المثال ده، مصطلح إنسان، الآن أضف إليه مصطلح إنسان لديه عمود فقري، ثم أضف إليه إنسان لديه عمود فقري عمره 1000 عام وقرأ كل الكتب في تاريخ الإنسانية. بكل تأكيد إضافة تلك المفاهيم زاد من مساحة المفهوم الأول إنسان، لكنه لم يقلل من دلالاته بالمرة، وده لأن المصطلحات التي أضفتها مصطلحات امتدادتها أو دلالتها خالية empty، أي لا توجد كائنات أو أشياء ينطبق عليها مفهوم المصطلح
أو الخواص المشتركة التي يشير إليها المصطلح نال كلاس. مثلا معظمنا قرأ عن طائر الرخ في ألف ليلة وليلة، المعنى له مفهوم واضح ومحدد، لكن لا توجد له دلالات بالواقع من الممكن أن نشير إليها. كذلك العفاريت، الجن وغيرها من المفاهيم المحددة التي لا توجد دلالات معروفة لنا في الواقع من الممكن أن نضعها تحت هذا المفهوم. حقيقة أن بعض المصطلحات خالية أو لا تشير إلى أي شيء تقودنا لعلاقة مهمة بين الدلالة والمفهوم، وهي أن المفهوم يقرر الدلالة كما رأينا سابقا، أي أن مفهوم المصطلح يضع معيار ما يدل عليه، لأننا على دراية بالخواص التي يشتمل عليها مفهوم مصطلح طائر الرخ نصبح على علم أن المصطلح خيالي أو لا يدل على كائنات واقعية، أي أننا نعلم أنه لا وجود لطائر عملاق أكبر من الحوت في الحجم ويسكن أعالي الجبال وينفث لهيب النيران. المناقشة دي قد تكون مسلية أو جائز مملة بالنسبة لك، لكنك غالبا ما بتتساءل ما هي علاقة معاني المصطلحات ودلالتها بالمنطق والحجج. في الحقيقة العلاقة كبيرة، في بعض الأحيان يبني البعض حجج على مصطلحات لها مفهوم محدد لكن بدون دلالات. فكر في الحجة دي على سبيل المثال. 1- كلمة الله ليست بدون معنى، إذن لها معنى. 2- طبقا لتعريف كلمة الله هو كائن كامل القدرة المعرفة والمحبة. 3- إذن كائن كامل القدرة المعرفة والمحبة الله لابد وأن له وجود. بكل تأكيد كلمة الله لها معنى، وبالتالي لها معنى مفهومي، لكن لا يتبع بالضرورة من تلك الحقيقة أن مصطلح الله لابد أن يكون له معنى دلالي أو له فعلا دلالات في الواقع بيشير إليها. إذن التفريق بين المفهوم والدلالة مهم جدا عند تحليل الحجج والجدليات. آليات التعريف الدلالية Denotative Definition Techniques. التعريفات الدلالية Denotative Definitions توظف طرق وأساليب تحديد امتداد Extension المصطلح محل التعريف. أبسط الطرق لتفسير الرقعة الامتدادية لمصطلح ما هو تحديد الكائنات والأشياء التي يدل عليها المصطلح. طريقة فعالة لكنها محدودة كما سنرى. زي ما شفنا من الممكن وجود مصطلحين لهم نفس الدلالات، المثلث متساوي الأضلاع والمثلث متساوي الزوايا، لكن حصر جميع الكائنات التي يمتد إليها تعريف ما لا يعني بالضرورة أن التعريف كافي لتفريقه عن مصطلح آخر. وبديهيا ليس دائما من الممكن حصر أو عد كل الكائنات التي يدل عليها مصطلح ما. مثلا مصطلح نجم يدل حرفيا على عدد فلكي من الأشياء، أو مصطلح رقم يشير إلى عدد لا نهائي من الكائنات. في الواقع بالنسبة لمعظم المصطلحات العامة من غير الممكن حصر أو عد كل امتداداتها بشكل عملي، وبالتالي التعريفات الدلالية محصورة على حصر جزئي لعدد من الكائنات التي تدل عليها. وهذا القصور يؤدي لمشكلة كبيرة، وهي أن هذا الحصر الجزئي يؤدي إلى أن التعريف يصبح غير مؤكد uncertain، لأن الكائنات والأشياء لها خواص عديدة، وبالتالي قد يكون لها عضوية تحت أكثر من مفهوم. مثلا فكر في ناطحات السحاب. برج خليفة في دبي قد يندرج تحت مصطلح أضخم مباني القرن 20، أو تحت مفهوم أهم الإنجازات المعمارية البشرية القرن 20 إلى آخره. وبالتالي الحصر الجزئي لدلالات المصطلح غير كافي للتفريق ما بين المصطلحات ذات الدلالات المختلفة. أحد طرق التغلب على تلك الإشكالية هو تحديد مجموعات جزئية تحت المفهوم. تلك المجموعات الجزئية قد تساعد على حصر الكائنات التي تنتمي إليها. مثلاً مصطلح الكائنات الفقارية من الممكن وضع مجموعات أو مفاهيم جزئية تحته، مثل البرمائيات، الطيور، الأسماك، الزواحف، الثدييات إلى آخره. الحل ده قد يعطي بعض الراحة النفسية المؤقتة، لكن مصطلح الكائنات الفقارية ما زال مفتقد لتعريف محدد. حل آخر للإشكالية
هو بدلا من حصر كل الكائنات التي يشير إليها التعريف، قد نحاول الإشارة إلى تلك الكائنات. هذا النوع من التعريفات يطلق عليه التعريفات التوضيحية Ostensive Definition أو Demonstrative Definition، اللي واضح من اسمها إن التعريف محدد من خلال الإشارة إلى الكائنات التي توضح مفهومه. مثلا قد أعرف الكمبيوتر بالإشارة لجهاز الكمبيوتر القابع أمامي الآن، لكن التعريفات التوضيحية بتواجه نفس المشاكل والقصور اللي قابل التعريفات الدلالية. الإشارة محدودة بالموقع، رؤية الكائن، بالإضافة للالتباس الذي قد يحدث من الإشارة. مثلا عند تعريف الكمبيوتر بالإشارة لجهاز كمبيوتر، البعض قد يعتقد أني أشير إلى جزء منه كالشاشة مثلا. أحد الحلول الأخرى قد يكون من خلال إضافة جملة وصفية للتعريف، ما يعرف بالتعريفات شبه التوضيحية Quasi-Ostensive Definitions. مثلا قد أشير للكمبيوتر وأضيف جملة وصفية أقول فيها هذا الجهاز هو كمبيوتر، لكن الجملة الوصفية دي تفترض أن المتلقي على دراية أو فهم لمصطلح جهاز، اللي بيحد الهدف من التعريفات التوضيحية، لأن دلوقتي من المفروض أننا نعرف مصطلح زي جهاز من خلال الإشارة لشيء ما إلى آخره. المصطلحات الدلالية بشكل عام بتعاني من إشكالية أخرى، وهي عدم قدرتها على وضع تعريف محدد للكلمات التي لا توجد في الطبيعة أو لا يمكن الإشارة إليها. كيف من الممكن أن تضع تعريف دلالي للأشباح، الملائكة، الجن، الموتى الأحياء إلى آخره؟ إذن التعريفات من خلال الاعتماد على الامتدادات أو الدلالات غير كافية لتحديد المفاهيم ووضع تعريف ومعنى مؤكد. آليات التعريف المفهومية Intentional Definition Techniques. مفهوم المصطلح Intention هو كل الخواص المشتركة ما بين كل الكائنات التي يدل عليها المصطلح وتشترك فيها فقط تلك الكائنات. لو مثلا الخواص التي تعرف مصطلح الفنجان هي وعاء له ذراع، ذو قاعدة وله عمق، إذن كل فنجان هو وعاء له ذراع، قاعدة وعمق، وفقط الفناجين هي الأوعية التي لها ذراع، قاعدة وعمق. لكن هناك ثلاث طرق مختلفة لإدراك المفهوم لابد من التفريق ما بينها. الأول المفهوم النسبي أو الذاتي Subjective Intention، اللي بيعبر عن مجموعة الخواص التي يعتقد المتحدث في ضرورة وجودها في الأشياء التي يدل عليها المفهوم. مجموعة الخواص دي قد تختلف من فرد لآخر أو من مكان لآخر، من وقت لآخر، وبالتالي تعد مفاهيم نسبية أو ذاتية ولا تصلح لوضع تعريف، على الأقل من وجهة نظر المنطق، لأن المنطق يهتم بالحقائق، المفاهيم والتعريفات العامة وليست التعريفات الذاتية أو النسبية. ثانياً المفهوم الموضوعي Objective Intention، وهو مجموعة كل الخواص المشتركة لكل الكائنات التي تدل عليها الكلمة. مثلاً فكر في المفهوم الموضوعي لمصطلح الدائرة، لها خاصية إنها تشمل أي مساحة لمسطح له نفس القطر، لكن المفهوم ده كثير من البشر لا يعرفه، لكننا ما زلنا قادرين على استخدام الكلمة، أي أن من غير الضروري بالنسبة لمعظم البشر أن تدرك جميع خواص المفهوم، وبالتالي المفهوم الموضوعي لا يمكن أن يكون المفهوم العام الذي نبحث عنه لإعطاء تفسير أو توضيح للمصطلحات. الناس بتتحدث يوميا باستخدام المصطلحات العامة دون فهم المعنى الموضوعي لها، إذن لابد من وجود فئة أخرى من المفاهيم بجانب النسبية والموضوعية التي يعتمد عليها البشر عند استخدام تلك المصطلحات. المصطلحات لها معاني مستقرة ثابتة، لأن هناك اتفاق ضمني على استخدام نفس المعيار لتحديد الأشياء التي تدل عليها المصطلحات أو التي تقع تحت مدلولها، الأمر الذي يجعل شيء زي دائرة في الوعي العام عند كثير من الناس هو إنها منحنى مغلق، أي نقطة على محيطه على نفس المسافة أو البعد من مركز المسطح. هذا المعيار ضمني اعتباري، ولهذا يطلق عليه المفهوم التقليدي أو المألوف
conventional intention للكلمة. الصورة دي من التعريف المفهومية ضرورية لأنها تجعل المفهوم عام دون الحاجة لفهم كل خواصه. لكن يا ترى ما هي الطرق والوسائل المختلفة لاستخدام المفاهيم لتعريف المصطلحات؟ هناك عدة طرق، أبسطها وأكثرها استخداما هو استخدام كلمة أخرى لها نفس المعنى أو المفهوم، أي مترادفة أخرى للكلمة الأولى synonym. التعريف الذي يعطى بتلك الصورة عادة ما يطلق عليه التعريف الترادفي أو من خلال المترادفات synonymous definition. المعاجم على وجه التحديد تعتمد بشكل كبير على تلك الطريقة في تعريف المصطلحات. قاموس ما من الممكن أن يعرف كلمة خجول باستخدام مترادفات مثل عفيف النفس، مستحي إلى آخره. التعريفات من خلال الترادف عملية جدا، خصوصا في تعريف الكلمات ما بين اللغات المختلفة، لكن الطريقة فيها قصور كبير، وهو إن كلمات عديدة لا توجد كلمات أخرى مرادفة لها، أو في كثير من الأحيان المترادفة لا تعبر تماما عن الكلمة الأولى. مثلا هل عفيف النفس هو دايما الخجول؟ وبالتالي المصطلحات من خلال الترادف غير دقيقة وقد تقود لفهم غير صحيح. لكن في الواقع الإشكالية الأهم في هذا النوع من التعريفات هو إن في حالة إن كلمة ما تشير لمفهوم غير واضح أو مفهوم، في الغالب كل مرادفات تلك الكلمة ستكون محيرة ولا تساعد في تحديد المفهوم. صورة أخرى للتعريفات هي التعريفات الاشتقاقية etymological definition، واللي فيها نحدد تعريف الكلمة من خلال البحث في جذورها اللغوية في نفس اللغة أو في لغات أخرى. هذا النوع من التعريفات يظهر كثيرا في الكتابات الفكرية التاريخية والفلسفية. الكاتب عادة ما يتتبع جذور المصطلح اللغوية ويسعى في هذا لتوضيح المعنى المقصود من المصطلح. مثلا جذور كلمة كابتن في اللغة العربية هي الكلمة اللاتينية كبوت التي تعني الرأس أو القائد. أهمية هذا النوع من التعريفات إنه يوضح جذور الكلمة وعلاقتها بالاشتقاقات الأخرى التي عادة ما تتشابه لغويا. معرفة أصول الكلمة يساعد في فهم المقصود منها. مثلا كلمة principles في اللغة الإنجليزية جذورها ترجع للكلمة اللاتينية principium التي تعني المصدر، وبالتالي المصطلح المركب الشائع في الفيزياء principles of physics اللي عادة ما يستخدم للإشارة للقوانين الأساسية للطبيعة يصبح أكثر وضوحا عند فهمنا لجذور كلمة principles أي مصدر الفيزياء. طريقة أخرى لوضع مفهوم لمصطلح ما هو محاولة ربط المعرف بمجموعة من الأفعال أو العمليات التي يمكن وصفها بوضوح. هذا النوع من التعريفات يطلق عليه التعريف من خلال العمليات Operational Definition. عالم الفيزياء الأمريكي بيرسي بريدجمان في كتابه المهم منطق الفيزياء الحديثة The Logic of Modern Physics اللي نشره سنة 1927 حدد هذا النوع من التعريفات للمرة الأولى. مثلا مع ظهور النجاح الكبير اللي حققته نظرية النسبية العامة لأينشتاين أصبح من غير الممكن تعريف المكان والزمان من خلال نفس الطرق المجردة اللي استخدمها نيوتن مسبقا، وبالتالي تم استبدال تعريف المصطلحات بتعريف آخر من خلال العمليات، أي من خلال العمليات التي تقوم بها عند قياس المسافة أو الوقت. التعريف من خلال العمليات إن كان المصطلح يمكن تطبيقه في حالة ما فقط إن كان أداء عمليات معينة ينتج نتائج محددة. مثلا القيمة الرقمية لطول ما من الممكن تعرفها من خلال العمليات بالإشارة لعملية قياس محددة وهكذا، لكن فقط العمليات العامة التي ينطبق عليها معامل التكرارية من ممكن قبول تعريفات من خلال العمليات لها. على أي حال في كل أنواع التعريفات اللغوية النوع الأكثر تطبيقا هو التعريف من خلال الأجناس والفروقات Definition by genus and difference، وهو الأهم في التعريفات المفهومية، وهو النوع الذي يعتمد عليه بكثرة في وضع تعريف مفهومي للكلمات. التعريف بالأجناس والفروقات Definition by genus and difference. التعريف بالأجناس والفروقات يعتمد مباشرة على مفاهيم المصطلحات،
وفي بعض الأحيان يطلق عليها التعريفات التحليلية Analytical Definitions. في بداية الحلقة أشرنا إلى أن التعريفات من خلال المفهوم تبحث عن الخواص المشتركة بين مجموعة من الكائنات أو الأشياء. الكائنات لها خواص عديدة ومعقدة، أي أن من الممكن تحليلها إلى عدة خواص أخرى. التعقيد في الخواص يمكن فهمه في صورة فئات Classes، والكائنات والأشياء التي تندرج تحت تلك الفئات أو لها عضوية في تلك المعلومات، والفئات يندرج تحتها فئات فرعية أخرى Subclasses. مثلا فئة المثلثات تعبر عن كل المثلثات، من الممكن تقسمها إلى فئات فرعية زي المثلثات متساوية الأضلاع، المثلثات متساوية الزوايا، المثلثات متساوية الساقين إلى آخره. الفئات التي يندرج تحتها فئات فرعية أخرى يطلق عليها genus، والفئات الفرعية يطلق عليها الأنواع species. تأمل الأمثلة التالية: 1. النوع تلج، الفصيلة الماء، الفرق متجمد. 2. النوع ناطحة سحاب، الفصيلة المباني، الفرق عالية جدا. 3. النوع زوج، الفصيلة رجل، الفرق متزوج. العلاقة بين الجنس والنوع مثل العلاقة بين الآباء والأبناء، الفرد قد يكون أب في علاقة مع أبنائه لكنه في نفس الوقت ابن في علاقة مع أبويه. بنفس الصورة، فئة معينة قد تكون جنس بالنسبة لفئات فرعية منها لكنها نوع بالنسبة للفئات التي تحتويها. مثلا في المثال السابق، المثلثات جنس بالنسبة لفئات المثلثات الفرعية زي المثلثات متساوية الأضلاع، ولكنها في نفس الوقت أحد أنواع جنس المضلعات. لو كنت قرأت أو درست علم الأحياء أكيد ملاحظ أن استخدام علماء المنطق لمفهوم الجنس والنوع مختلف عن استخدام علماء الأحياء له. علماء الأحياء يستخدمون المصطلح بشكل ثابت غير نسبي. على أي حال، الفئة class هي مجموعة من الكائنات لها مجموعة مشتركة من الخواص، ولهذا كل الأعضاء في جنس ما لهم نفس المجموعة المشتركة من الخواص. كل أعضاء فئة أو جنس المضلعات تشترك في خاصية إنها مسطحات مغلقة تحدها مجموعة من الخطوط المستقيمة المتقاطعة. هذا الجنس يتكون من مجموعة من الفئات الفرعية أو الأنواع، أعضائها يشتركوا في نفس الخواص الجنس المضلعات لكن لديهم مجموعة أخرى من الخواص تميزهم عن باقي الأنواع أو الفئات الفرعية الأخرى. مثلا الأنواع تحت جنس المضلعات قد تكون الأشكال المثلثة، الأشكال المربعة، والأشكال المسدسة إلى آخره. عضو في نوع الأشكال المربعة يختلف عن عضو في نوع الأشكال المثلثة في إنه مسطح مغلق تحده أربع خطوط مستقيمة متقاطعة، أما المثلث مسطح مغلق تحده ثلاث خطوط مستقيمة متقاطعة فقط. الخصائص اللي بتميز أعضاء فئة فرعية أو نوع عن آخر تحت نفس الجنس يطلق عليها الفروق المحددة Specific Difference. إذن من الممكن تحليل خواص الأشكال المربعة لمجموعة من الخصائص: 1. إنها مضلعات. 2. لها أربع أضلاع. بالنسبة لفرد لا يعرف معنى مصطلح المربع أو أي من مرادفاته لكنه على دراية بمعنى أو مفهوم المضلع الضلع ورقم أربعة، يصبح معنى مربع مفسر أو مفهوم بالنسبة له من خلال التعريف بالجنس والفروق. كلمة مربع تعني مضلع له أربع أضلاع. خليني أطرح مثال أكثر صعوبة. فكر في تعريف رقم أولي Prime Number. الرقم الأولي هو أي رقم طبيعي أكبر من الرقم واحد ويمكن قسمته على نفسه فقط دون باقي. كي نطرح هذا التعريف من خلال الجنس والفروق، أولا لابد أن نحدد الجنس الذي يندرج تحته تعريف هذا المصطلح. ثانيا تحديد الفروق المحددة للفئة الفرعية التي يقع تحتها التعريف وتميزه عن باقي الأنواع الأخرى تحت هذا الجنس. من خلال تعريف الرقم الأولي
الجنس هو الأرقام الطبيعية أكبر من واحد، أي 1, 2, 3, 4 إلى آخره. الفرق المميز هو قابلية القسمة فقط على نفسه أو واحد دون باقي الأرقام، أي الأرقام 2, 3, 5, 7 إلى آخره. أرجو أن يكون أصبح واضح بالنسبة لك أن التعريف من خلال الجنس والفرق حاسم ومحدد، لكن بالقطع الطريقة فيها بعض القصور. أولا، التعريف بتلقى الطريقة ينطبق فقط على المصطلحات التي لها خصائص معقدة من الممكن تحليلها كما في الأمثلة السابقة. ثانيا، الطريقة لا تصلح إن كانت خصائص المصطلح كونية، مثلا كلمات زي الوجود، الماهية، الكائن لا يمكن تعرفها من خلال الجنس والفروق لأنها كلمات كونية عامة لا يوجد جنس يشملها. مثلا، ما هو الجنس الذي يشمل كل الكائنات؟ لا يوجد. الفئات الكونية Universal Class هي أعلى درجة من الفئات في قمة الهرم التصنيفي، ويطلق عليها علماء المنطق أحيانا الجنس الجامع Summum Genus. نفس الفكرة تنطبق على المصطلحات الميتافيزيقية مثل المادة، الخاصية إلى آخره، لكن الإشكاليات دي عادة لا تشكل عائق أمام استخدام طريقة التعريف من خلال الجنس والفروق في غالب الوقت، وتصبح مادة خصبة للدراسة في ما وراء الطبيعة وعلم الوجود. ارجع لسلسلة ما وراء الطبيعة. قواعد وضع التعريفات Rules of Definitions. وضع تعريفات من خلال الفئة والفروق مهمة ليست بسيطة بكل تأكيد، لأنها تتطلب اختيار الفئة أو الجنس المناسب لوضع المصطلحات محل التعريف تحته، بالإضافة لتحديد الفروق المميزة بوضوح لهذا المصطلح. لهذا علماء المنطق وضعوا مجموعة من القواعد الأساسية من الممكن اتباعها لتسهيل تلك المهمة. القاعدة الأولى، يجب أن يحدد التعريف الخصائص الأساسية للأنواع. أفضل طريقة لتعريف الخصائص الأولية هو من خلال المفهوم التقليدي والمألوف Conventional Intention كما أشرنا سابقا. التعريف التقليدي أو المألوف ليس دائما خاصية جوهرية في طبيعة الكائن، أحيانا قد يعبر عن أصل الكائن، علاقته بكائنات أخرى، أو كيفية استخدام الكائن. مثلا مصطلح الحاكم لا يعبر عن خصائص جوهرية في الفرد الذي يقوم بدور الحاكم، لكن الخاصية الأساسية للحكام هي من خلال طبيعة علاقتهم بالمواطنين. أو مثلا، ليست خاصية جوهرية في الكرسي أن يكون مصنوع من الخشب، لكن استخدامه للجلوس. القاعدة الثانية، التعريف يجب أن لا يكون دائري circular. لو ظهر المعرف في التعريف، إذن المعرف يستخدم لتعريف نفسه، أي دائرة مغلقة للتعريف. التعريف الدائري غير صالح لوضع تعريف لأنه يعتمد على نفسه في دائرة غير منتهية. مثلا، أحد العلماء عرف الإجهاد على أنه تغير كيميائي حيوي أو فسيولوجي أو تغير سلوكي يتعرض له كائن حي استجابة لضغط أو إجهاد. استخدام نفس المصطلح أو أحد مرادفاته في التعريف يؤدي لتعريف دائري غير صالح. مثال آخر، أحدهم عرف العلم على أنه النشاط الذي يقوم به العلماء، والعالم هو أي فرد يقوم بنشاط العلم. أكيد الدائرية واضحة لك بين التعريفين دول. القاعدة الثالثة، التعريف يجب أن لا يكون واسع جدا أو محدود جدا. القاعدة دي سهلة الفهم لكنها صعبة التطبيق. التعريف لابد أنه ينطبق فقط على الأشياء التي يدل عليها لا أكثر ولا أقل. من طرائف تاريخ الفلسفة مثلا، أحد أتباع أفلاطون في أحد المحاضرات عرف الرجل على أنه كائن له قدمين وبدون شعر، فقام أحد الطلاب الآخرين بنزع ريش دجاجة وألقاها أمامه. التعريف كان شديد الاتساع، وبالتالي من السهل إيجاد ثغرة أو كائن يدل عليه التعريف لكنه ليس فعلا من ضمن مجموعة الكائن. القاعدة الرابعة، لابد من عدم استخدام لغة غامضة ملتبسة أو مجازية في التعريفات. القاعدة دي واضحة لأن التعريف الذي يستخدم لغة غامضة أو غير واضحة المعاني تحت أي سياق
لا تساعد على وضع تعريف للمصطلح أو استخدام لغة ملتبسة معانيها تحتمل صور مختلفة حسب السياق، أيضا يؤدي إلى عدم وضع تعريف محدد. اللغة المجازية من الممكن أن تعبر عن مشاعر الفرد حيال الكائن المعرف، لكنها لا تساعد في فهم معنى المصطلح. مثلا لن نعرف الكثير عن الخبز لو وضعنا تعريفه على أنه وقود الحياة، أو أن الجمل هو سفينة الصحراء. لكن التعريفات البلاغية ليست مصدر الغموض الوحيد. مثلا تعريف الكلمات بشكل غير محدد أو قاطع يفتح الباب أمام الغموض في اللغة. الديمقراطية هي أحد صور الحكم تضع السلطة في أيدي الشعب. التعريف فضفاض وغير محدد. من هو الشعب؟ وأي سلطة؟ وما هي درجة التحكم في تلك السلطة؟ وكيف يمارس الشعب التحكم في تلك السلطة؟ إلى آخره. القاعدة الخامسة، التعريف لابد أن لا يستخدم لغة النفي إن أمكن التأكيد، أي إن ما يؤكده أو يدل عليه المصطلح أفضل من وصفه من خلال ما لا يدل عليه المصطلح، للسبب اللي أرجو أن يكون بديهي وواضح بالنسبة لك، وهو أن غالبا المصطلح سيدل على عدد أقل من الأشياء في مقابل الأشياء التي لا يدل عليها. مثلا قطعة من الأثاث ليست مكتب، ليست سرير، ليست مكتبة، لا تعرف مصطلح الكرسي ولا تعرف مصطلح الدولاب. أكيد الصورة وضحت لك. الهدف هو تعريف الكائن من خلال ما يدل عليه وليس من خلال ما لا يدل عليه إن أمكن هذا، وشرط الإمكانية نتيجة لأن هناك بعض الحالات لن يمكن فيها هذا، ده لأن هذا النوع من المصطلحات عادة ما تكون سلبية في طبيعتها. مثلا مصطلح الأعمى هو حالة فقدان البصر عند الفرد، أو اليتيم إنسان ليس لديه أبوان إلى آخره. في الأحيان التي يستخدم فيها التعريف بالنفي نبدأ بتعريف الجنس بشكل إيجابي، وبعد هذا من الممكن رفض كل الأنواع التي لا ينطبق عليها التعريف تحت هذا الجنس. لكن هذه الطريقة تنجح فقط إن كانت كل الأنواع أو الفئات الفرعية قليلة العدد. إن كان الجنس يحتوي على عدد كبير من الأنواع تصبح مهمة التعريف بالنفي شاقة وبالغة الصعوبة. صحة الحجج الاستنتاجية لا تعتمد على محتواها، لكنها قائمة على هيكل وتركيب الحجة. معنى المصطلحات المستخدمة في صياغة قضايا الحجة يلعب دور محوري في حقيقة أطروحتها وإدراكنا لمفهوم الحجة. بدون المعاني اللغوية الواضحة لا يمكن صياغة حجج صحيحة، لأن معناها سيصبح غير واضح وقد يساء فهمها. بفهم ظاهرة المعنى في التركيبات اللغوية وتحديد الصور التعبيرية الغير واضحة مثل الغموض، الالتباس، الإبهام، النقصان والتعبيرات العاطفية والبلاغية. الغموض ينشأ من تعدد احتمالية المعنى في الجمل، أما الالتباس ينشأ من عدم وضوح حدود الاصطلاح، في حين أن الإبهام ينشأ عند فقدان المعنى الجوهري للمصطلحات، والنقصان يظهر حين تخفي المصطلحات وراءها إشارات قائمة على سياق الكلام السابق. وأخيرا الجمل والتعبيرات العاطفية والبلاغية تترك آثار عاطفية في عقل المتلقي، وبالتالي تؤثر على موضوعية الحجة وحياديتها. كل هذه المشاكل الناشئة عن اللغة والمعاني الغير واضحة لابد من تجنبها قدر المستطاع إن كنا فعلا نبحث عن الحقيقة عند صياغة أو تحليل الحجج المنطقية. لكن دراسة المعنى في اللغة ليست دائما دراسة للسلبيات، لكنها أيضا دراسة لوضع الطرق المنهجية لصياغة تعريفات ومعاني محددة للمصطلحات اللغوية. المعنى يكتسب مما تشير إليه الكلمات، لكن ليست كل الأشياء يمكن الإشارة إليها أو عدها، وبالتالي يتعدى المعنى مفهوم الإشارة لما له وجود في الواقع، وتصبح أساليب وطرق وضع التعريفات جوهرية في صناعة المعنى اللغوي وبناء حجج منطقية تحمل معاني حقيقية. في مناقشات البشر اللغة هي وسيلة الاتصال الأولى، تشكيل الجمل، التعبيرات، القضايا وطرح المعلومات وإيصال المشاعر، كلها بعض من وظائف اللغة اليومية. لكن وظيفة اللغة الإخبارية والمعلوماتية هي ما يهتم به علم المنطق في الأساس.
القصة اللي بدأنا بيها مقتبسة بتصرف عن الفيلم الأمريكي غير مخطط له Unplanned اللي تم عرضه عام 2019 ومأخوذ عن قصة حقيقية عن حياة أبي جونسون مديرة عيادة تنظيم الأسرة وتحولها اللاحق إلى نشاط مكافحة الإجهاض. الفيلم كان مثار للجدل واحتجاجات عديدة من المدافعين عن حق المرأة في تقرير مصيرها داخل الولايات المتحدة، ورفضت معظم القنوات التلفزيونية ترويج إعلانات له. الفيلم في الحقيقة مليء بالمناظر والصور الدموية، ولا أنصح ضعاف القلوب بمشاهدته، لكن الأهم من هذا هو اعتقادي أن الفيلم بيطرح حجة ضد الإجهاض، لكنه بيستخدم لغة عاطفية تؤثر على أحاسيس ومشاعر المتلقي خصوصا النساء، وتشل العملية المنطقية تماما في عقل المتلقي للتفكير بدقة بالطرح الذي يقدمه الفيلم. الحقيقة سواء كنت مع أو ضد الإجهاض قبل مشاهدة العمل، بعد المشاهدة غالبا ما سيتركك الفيلم في حالة كئيبة يصعب معها أن تتقبل أي نوع من الحجج العقلانية، وهذه الصورة بالضبط هي ما يحاول علماء المنطق تجنبه عند وضع الحجج المنطقية، استخدام لغة غير واضحة غامضة وملتبسة مثل تحرك الجنين أو داعم الحياة، واستخدام تصوير عاطفي يؤثر على مشاعر المتلقي مثل قتلة الأطفال يغلق الباب أمام أي صورة من التفكير العقلاني أو المنطقي. الصورة المنطقية التي نسعى إليها عند مناقشة قضية بتلك الحساسية هي التجرد من الطرح العاطفي واستخدام لغة موضوعية لتقرير الحقائق وتقييمها، واستخدام الطرق والأدوات المنطقية والتجريبية لتفنيد تلك الحجج للوصول للحقيقة أيا كانت صورتها. ودلوقتي فكر في معاني الكلمات والتعبيرات التي تستخدمها يوميا. ما هي وظيفة اللغة في الاتصال البشري؟ وهل التعبيرات اللغوية دائما دقيقة موضوعية؟ وإن كانت الإجابة بالنفي، هل نسبية اللغة تلعب دور في عدم وضوحها؟ ما هو تأثير الغموض والالتباس اللغوي على صياغة التعريفات؟ وهل من الممكن صياغة حجج صالحة باستخدام لغة مبهمة أو ناقصة؟ فكر تاني. في الحلقة الجاية سنضع الحجج المنطقية تحت مجهر الاختبار ونقترب أكثر من تركيبها وهيكلها. عن إعادة الصياغة، مخطط الحجج، جداول الحقيقة، وتحليل الحجج المنطقية هنتفلسف المرة الجاية. من دلوقتي الحلقة الجاية عيش الحياة بفلسفة.